الملف. زين انا اسال سؤال. نعم. ابو مصطفى الان مو قدامك كم ملف جاهز امام القضاء ممكن ان اتحركه بهيك باصبعك اذا كان هنالك اوكي سياسي من مطبخك. توافقات سياسيه اخرت والدليل على ذلك هسه مو سيد رحمن يقول ظلماء حكومه يلا سووا لنا مذكره وقفوا لنا حكومه الكاظمي كلها من مصطفى وجماعته لا تطلعوهم خارج العراق يقدرون اتحداهم طلعوا تقاعد طلعوا تقاعد لان هذا اتفاق ست هيفاء دكتور قبل لا يجي رئيس الوزراء دكتور لا دكتور فتاح لا ما متفقين هذا كلامك غير دقيق لا مو بكيفك انت وين منو حاكم العباس منو الخطوات اللي يتبعها السيد السوداني خطوات دقيقه جدا بس اكو اتفاق لا هذا كلامكم هذا كلام الخاسرين هذا كلام من الخاسر هذا يهدم ما يبني انتم خاسرين انتم انا ما مش هذه خطاباتكم جوزوا منها صدري رابح لا أكثر لا منكم لا لا اسمح لي اسمح لي صدري رابح اسمح لي التيار الصدري التيار الصدري طلع من العملية السياسية وانتهى الموضوع إيه عشان خاسرين احنا نتحدث خطوات السوداني الخاسرين اللي ما مشاركين بالحكومة وبالتالي هذا ممكن بالتالي بس اسمح لي هل كان السيد السوداني السيد السوداني انت ليش ما تستعجل بالموضوع بس اسمح لي اول اللصوص والقتلة والمجرمين اي لصوص هذا الخاسر اي لصوص لا ما عندك كل شيء لا اللصوص والقتلة في حكومة مصطفى الكاظمي مو في حكومة السودان يا اخي اربع حكومات اكو لصوص وقتلة لا لا اسمح لي اسمح لي لا اسمح لي شنو مو دقيق شنو معلوماتك دقيقة نعم على ما تحدث به يعني بس خلينا نسمع اليوم من يتحدث ما انت مو بس تسوق على العالم حكي نعم مو تسويق لا قدم بي ادلة هذا واقع عندي ادلة منو قتل المتظاهرين يلا مو بحكومة عادل المهدي منو قتلهم؟ احنا في ضوء الفساد لا على الفساد لا ويقول لي ماكو ملفات نهائيا منو قتل الصدري ذاك اليوم؟ حكومة 54 شاب مو بحكومة كاظم ويدري بها وعنده ملف ومصور ضاغط عليهم لجان التحقيقية موجودة لجان التحقيقية موجودة اتحداهم يحاسبون دكتور فتاح ملف كامل دكتور فتاح خمسة رؤوس لجان التحقيقية موجودة في قتل أي عراقي في قتل أي عراقي ومصورين ويعرفهم بالدقة ويعرف من وراهم والساحة العمليات كلها مصورة عنده نعم. هو مو لعب رئاسة الوزراء ملفات نعم. من أطلع عن لحد يحاسبني إذا حاسبتوني راح أطلع ملف عليكم يسمعوني الآن كلهم واتحداهم إذا يكذبون أي ملفات خلي يطلعون متحدث رسمي الآن يقولون كلامك مو صحيح لماذا الكاظمي لم يخرج هذا الملف نعم. شلون ينتظر نعم. الكاظمي الكاظمي ما طلع ملف اللي قبله سيد العنبقي الكاظمي ما طلع ملف اللي قبله لا بس سؤال والسيد السوداني ما يقدر يطلع ملف الكاظمي والعبادي ما قدر يطلع ملف المالكي وصدقني وراح تبقى هاي الشغله انتم موجودين ان شاء الله يصير تغيير بالنسبه لل